تواصل تركيا عملية إرسال المرتزقة والأسلحة إلى ليبيا غير مبالية بالمطالبات الدولية التي تحث على المفاوضات السياسية لإنهاء الأزمة في ليبيا. أنقرة التي تتحدث دائما بالنيابة عن حكومة الصخيرات أكدت مواصلتها التحضير لعملية عسكرية في منطقتي سرت والجفرة، وأن رجب أردوغان قرر إرجاء التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط طالما أن المباحثات مع الجانب اليوناني مستمرة. وغير آبهم بالمطالبات الدولية حول الحوار السياسي، خرج إبراهيم غالين المتحدث باسم الرئاسة التركية في تصريحات للسي إن إن ترك، وأكد أن حكومة الصخيرات تواصل تحضيراتها لعملية عسكرية في سرت والجفرة عبر الدعم المقدم لها، منوها إلى وصول حشود كبيرة كتحضير لهجوم جديد. وحول التنقيب شرق المتوسط، أكد غالين استعداد تركيا لإجراء حوار مع اليونان يتضمن جميع القضايا من دون شروط مسبقة، معربا عن قناعته بإمكانية توقيع اتفاقية مع أثينا، مشددا على عدم إمكانية رسم أي خريطة في البحر المتوسط من خلال تجاهل تركيا. كما أشار غالين إلى أن أردوغان قرر تأجيل أعمال سفينة التنقيب أوروتش رايس في شرق البحر المتوسط طالما المباحثات مع الجانب اليوناني مستمرة. بوبكر العقيلي لقناة ليبيا الحدث.